السلام عليكم. اليوم الخامس من نيسان 2022 عقد اجتماع مجلس الوزراء في جلسة اعتيادية تقدم فيها السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. رمضان كريم على العراقيين جميعا في هذا الشهر الفضيل، الشهر الذي أنزل فيه القرآن وبما فيه من قيم المحبة والتسامح والسلام. هذا الشهر هو دافع للمزيد من التزامنا بالعمل على تلبية احتياجات الناس وتعميق الشعور بها. الأوضاع السياسية المعروفة لن تعوق عمل هذه الحكومة واستمراره، والوزارات والهيئات الحكومية تعمل بمثابرة لتؤدي واجباتها أمام مستحقات الناس من خدمة وغير ذلك. وفي ضوء هذا وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل فريق عمل خاص من وزارات معنية تتعلق بالطاقة، خاصة الطاقة الكهربائية، وهذا الفريق منوط به أن يعمل بمثابرة للتهيؤ لتحديات المرحلة المقبلة والأشهر القادمة فيما يتعلق بتوفير الطاقة الكهربائية. هذا التحدي رافق الحكومات المتعاقبة على الأقل منذ 2003، وإن شاء الله في هذه الحكومة نحقق تقدما في هذا الملف الشائك. ولذلك هذا فريق العمل شرع منذ هذه اللحظة في ترتيب أولويات توفير الطاقة الكهربائية للأشهر القادمة. أيضا كان هناك إشارات ونقاش عن القانون الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب وليتعلق بالأمن الغذائي. هذه المرحلة حساسة ومهمة، ولا ضرورة لبعض ما يقال عن أهداف هذا القانون. لدينا ظروف وتحديات خاصة حتمت على هذه الحكومة أن تفكر في أن توفر هذا الأمن الغذائي للعراقيين، ولذلك الحكومة عازمة على أن تطلب التصويت على هذا القانون دون أي تغيير، لأن الحكومة منوط بها التفكير فيه وقد قدمته بعد نقاشات مستفيضة. وهم هذا القانون هو توفير الخدمات للناس في هذه المرحلة الحساسة، ومنطلق هذا الهدف تأمل الحكومة في أن يصوت على هذا القانون دون أي تغيير فيه. فيما يتعلق بوزارة المالية، السيد وزير المالية الدكتور علي علاوي قدم باستفاضة حقيقة سياسات الدين الخارجي والداخلي بالنسبة لبلدنا. كانت هناك مطالعة طويلة وحديث واضح حقيقة تاريخي عن الديون القديمة للعراق قبل مرحلة 2003، وأيضا الديون الجديدة، الديون الخارجية والديون الداخلية. وبالأرقام زود السيد وزير المالية السادة الوزراء بمعطيات كثيرة وصولا إلى نقاشات من أجل اتخاذ قرار يتعلق باعتماد استراتيجية سداد الدين الداخلي والخارجي للسنوات 2022 و2024. هذه الاستراتيجية أعدتها وزارة المالية في دائرة الدين العام ونوقشت في مجلس الوزراء هذا اليوم، والمجلس تبناها وصوت عليها. لكي تعتمد هذه الاستراتيجية في سداد الدين العام في مشروع قانون الموازنة للعام 2022. أعتقد هذا قرار أساسي اليوم اتخذه مجلس الوزراء فيما يتعلق بالظروف الجديدة لأسعار النفط والوفرة المالية وما نفعل فيه من هذه الإيرادات فيما يتعلق بملف سداد الدين العام. وزارة التربية أيضا حظيت بقرار يسهل
إجراء الامتحانات من الآن بما تتطلبه من طباعة الدفاتر الامتحانية وغير ذلك. وقرار مجلس الوزراء اليوم دعم هذه الوزارة في تهيئة مستلزمات العملية التربوية فيما يتعلق بطباعة الدفاتر الامتحانية. وأخيرا كان هناك قرار يدعم المستثمرين ويقضي بجدولة القروض التي تسلموها، هذه القروض وهي قروض متراكمة حقيقة ومع فوائدها أعدت، ستعد لها ضوابط معينة في ضوئها تتم جدولة هذه القروض للمستثمرين الذين تعسروا في دفعها لأسباب كثيرة. مجلس الوزراء اليوم يصوت على قرار يسهل أعمال المستثمرين من خلال جدولة هذه القروض. شكرا جزيلا.